صار خل صار صار خلاص. الشباب اللي مش تشتغل الشغل مش عيب، تنزل تشتغل في اي شغلانة الشغل مش عيب. اسم محمد حسين حسن، عندي 12 سنة، بشتغل في تورفر. انا بشتغل في المينا عشان بحبها ومتعلمة. دخلت على اليوتيوب اتعلمت اعدادات الكاميرا، وقلت لو انا عايز اشتري كاميرا فبقى جاب لي كاميرا وبدات اتعلم واحده واحده، وبقيت الحمد لله بتعلم وشغلي بقى حلو وكل حاجه. انا شاطر في مدرستي وبهتم بشغلي وبدروسي، ونفسي ابقى مخرج. انا بشتغل عشان اساعد ابويا واختي، عشان لما مثلا لما اختي تيجي تتجوز ابقى موضب لها شقتها واجيب لها جهازاتها كلها، وبس وبساعد ابويا بردك وبساعد امي. انا بصور في وسط البلد في شارع الالفي، وساعات بصور في زكريا احمد وفي عماد الدين وفي الزمالك وفي المعادي وفي بلار وفي المعبد اليهودي وفي شارع عابدين كربه والمعادي وقصر البارون. انا بروح لوحدي مواصلات عادي، بقول لهم تصوروا، اتفرجوا على الصور، الصوره ب 10 جنيه مش غاليه، جربوا الصوره، الصوره عجبتكم كملوا، يجربوا الصورة الصورة عجبتهم يكملوا معاكم، شو يقولوا لأ. بدلوا مع الشير بليتوز واتس انستا ماسنجر فيس اي حاجة. انا برضو بصور افراح عادي، فناس بتكلمني عشان زبايني، وساعات بكلع مثلا فرح ساعات بألف ونص ساعات ب800، والصور بتعجبهم قوي. انا معايا كاميرا 6D مارك 2، ومعايا لينس 85 سيجما، ومعايا الكانون برضو لينس 85 الكانون والسبعين ميتين والمية وخمسة، والكاميرا برضو 6D Mark 2 و5D Mark 4. أنا بشتغل في الأجازة ومبحبش أقعد من غير شغل. الشباب اللي مش تشتغل الشغل مش عيب، تنزل تشتغل في أي شغلانة الشغل مش عيب.